صفائت قتلت يا ناس صفائت قتلت يا الله. اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صفائت قتلت يا الله. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ اتصل بزايد بيه؟ زايد بيه مين؟ ما اسموش زايد بيه. اسمه خلاصة بيه. اسمه ايه اللي اعمل كامل بيه؟ اتصل بكامل بيه. نمرته كام؟ ايوه اللي كام. بسم الله الرحمن الرحيم. الو كامل بيه، انا عندي مشكله في الاوضه. كامل بيه، الله يخليك يا كامل بيه. اي اتصل بالصيانه؟ صيانه ايه يا كامل بيه؟ هو معلش احنا بنتكلم يعني لمؤاخذه، انا عايز حنفيه يتركب لها جلده. انا عندي قتيله في الاوضه سعاده الباشا، قتيله فضلت خيرك. ايه؟ صفايت قتلت؟ طب اسمع يا موتي، انا عايزك تتملك نفسك واوعى تلمس اي حاجه. ايه؟ عايزنا نجيلك نعمل ايه؟ تعملوا ايه ده؟ ايه يا سعاده الباشا؟ يعني تيجوا تعملوا معايا اي واجب في الليله السوداء اللي هتحصل لي ديت؟ نعم؟ سعادتك لو جيت الخطه هتبوظ؟ لا يبقى خليك سعادتك. لا الخطه تبوظ ازاي؟ لا انا اروح حبل المشنقه والخطه ما تبوظ. حاضر يا باشا. سعاده الباشا راعي ظروفي. أنا وقتيلة في الأوضة لوحدنا والساعة 11 إلا تلت. قول لي يا باشا أعمل إيه علشان أنا الرعاش هيجي لي دلوقتي. نعم؟ أتصل بالبوليس؟ وأنتوا مش حكومة برضو يا باشا مع بعضيكم ولا أنا أعمل إيه؟ الخطة تبوظ لو ظهرتوا معايا. طيب حاضر يا باشا، أتصل بالبوليس أقول لهم في قتيلة عندي في الأوضة وأنا ماليش علاقة بيها، وهم هيصدقوا طبعا. حاضر يا باشا، أنا تحت أمرك، بس راعي الظروف يا باشا. راح ظروف، انا تعبان قوي يا باشا. حاضر، مع السلامه. لا يا باشا خليك عشان الخطه ما تبوظ. ماشي يا باشا. الخطه لو باظت هتبقى طبعا مش هعمل ايه. الو، اديني مدير امن المخروبه دي يا ابني. مخروبه اللوكاندا. ما تخافش هتتخرب كمان شويه. وشوفوا للسياح فنادق جنبكم علشان يا عيني ما يتخضوش. ده انتوا ام لا اله الا الله هتكون عندكم بعد 5 دقايق. ايوه مع الف سلامه. عملت كل اللي قال لي عليه كامل بيه. انا لله وانا اليه راجعون. انا عايز تحريات كامله ودقيقه عن كل نزلاء الفندق بما في ذلك الافواج الساحليه. في الحقيقه يا فندم انا ما كنتش متوقع المسائل يكون فيها قتل. لا، من هنا ورايح توقع اي شيء. الطعم اللي رمناه طلع وراه حوت كبير قوي. هما اتاخروا عليا ليه؟ ياما. اهلا وسهلا. حضرتك طلبتني؟ لا انا لا عايز اشرب شاي ولا قهوه دلوقتي، انا كنت طالب الباشا رئيس امن الاوتيل. انا مش من روم سيرفيس. انا رئيس امن الاوتيل. حضرتك اهلا وسهلا. اهلا والقرموطي بلعوط القرموطي المليونير سابقا. خير يا فندم؟ خير ان شاء الله. وانا بفتح الدولاب عشان اغير الجلابيه اللي اتدلدل عليها الطبيخ، عارف لقيت ايه جوه الدولاب؟ لقيت ايه يا فندم؟ قطه؟ قطه. مش مستوعب الموقف. لا يا باشا، لا لقيت قطه ولا عرسه، وانا بفتح الدولاب لقيت حاجه تانية خالص. امال ايه يا باشا؟ فر؟ مش مستوعب الموقف. ماشي يا باشا، لا اقولها لك بقى كده على بلاطه. مساء الخير يا فندم. لقيت قتيله يا باشا. وانت شربت ايه؟ شارب ميه ساقعه من الزير اللي جايبه من عند مرعى بتاع الكلمه. مش مستوعب. خش شوف يا سعاده الباشا كده مع نفسك. حركش من مكانك. يا باشا عامل حسابي ومش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي او مرعي بتاع الكلمه. لو سمحتوا الله يخليكم، عشان انا مش عامل حسابي وكل حي له سمعته. التصوير ده غلاف مجلات. ايوه انت على الصفحه اولى. صحيح. انا ما كنتش عامل حسابي انما اتكلوا على الله. ماشي واحده كده. ايوه حب البوزيت الحلو. ايوه بس.
الزبده. مشيرس كان البيت يقول لك ما تجيبش سيرتنا في التحقيق مهما حصل. طب والظرف يا مشيرس؟ ايه الظرف؟ ايه الظرف الاسود اللي احنا فيه؟ انت فيه ايه يا ست؟ مش بتكلم مع الانسه. شنطك ونفايات الاوتيل ده في الحضانه المشدده. ادعي لي ادعي لي ربنا يسترها. المفتاح يا حاتم باشا. اقعد. بيقول لك اقعد. بيقول لك انت اقعد. اقعد. حاضر يا باشا اقعد. وساعتك واقف معقوله؟ طب اقعد هنا ولا هنا؟ ما اعرفش. اقعد هنا. حاضر يا باشا حاضر. انتوا الحكومه وتعرفوا كل حاجه حضرتك، فانا لازم اسمع كلام سعادتك. اقعد. حاضر يا بنت. مخبطني ومش هينفع كده. معلش احنا بنتكلم يعني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ريقي ناشف يا اخوانا. ريقي. الله يخليك يا سعاده الباشا. الاقيش قله ميه اطر بيها على ريقي سعادتك، علشان زي ما تقول عصايه نبوت الغفير واقفه. الثلاجه عندك ايه؟ نعم. الثلاجه عندك؟ الثلاجه عندي. حاضر يا سعاده. ربنا يكرمك ويسعد وقتك. على فكره انت مش بروفيشنال، يعني اول مره تمسك متهم كده. شكلك ده جاي لك ممخمضني من صباحين ربنا. وانا معلش اتفضل حضرتك. هي دي الثلاجه؟ انا افتكرتها في الاول كومودينو. والله بس حلوه قوي. دي كام ادم دي يا سعاده الباشا؟ ثلاثة ادم. ما شاء الله. انا عندي ثلاجه 10 ادم كنت جايبها من المرعي بتاع الكلمه، كان كاتب عليها بتاع 6 كمبيالات، دفعت 4 وفاضل 4. ما اعرفش دي لغايه دلوقتي بحسبها، مش عارف احسبها. يا بيلي سعادتك، بس الثلاجه اللي عندي ال 10 ادم دي انا هقيفها، خليها كده 3 ادم عشان ان شاء رب العالمين الواحد يعرف ياخدها معاه في اي حته. مخمض. اقعد بقى. حاضر يا باشا حاضر. يا بلي ريقك من زمزم ان شاء الله. القرموطي البلعوطي القرموطي، تاجر جمال ومليونير، مش كده؟ عداك العيب وازح يا باشا. وناوي تعترف يا قرموطي باشا ولا هتتعبني معاك؟ شوف يا سعاده الباشا، انا هقول لحضرتك. انا هقول لك الله لا يسيئك وهرش لي في ظهري تعبان يا ابن الله يخليك. ما تهمل بقى. حاضر يا سعاده الباشا. انا مش فاهم سعادتك، انا مش فاهم قصد سعادتك. معلش احنا بنتكلم، اعترف بايه يا باشا؟ هو مش تم العثور على قتيله في اوضتك؟ لا يا فندم. لا الحقيقه الواحد لا، هو حصل فعلا لقوا القتيله في اوضتي. انا هقول لسعادتك يا باشا، انا اتصلت ببتاع الامن، جاء لقى الانسه صفاء مقتوله 24 قيراط جوه الدولاب. معلش احنا بنتكلم. يعني انت تعرف القتيله؟ لا يا سعاده الباشا، هعرفها منين؟ انا راجل مليونير في حالي، يعني هعرفها منين؟ معلش يعني. ما انت قايل ان اسمها صفاء. انا قلت اسم زي ده؟ لا معلش سعادتك اللي قلت، بس يظهر عندي سعادتك الميموري ضعيف شويه، يعني الذاكره ضعيفه شويه. معلش الله يكون في عونكم. حتى جاي منين ولا منين؟ الشغل كتير والقضايا شغاله ترفع على ودنهم. معلش انا ما قلتش ان اسمها صفاء، انت اللي قلت ان اسمها صفاء، وبتاع الامن شافها في الدولاب في اوضتك. التنشنه بدات. انا مش عايزك تتنشن نفسك يا سعاده الباشا، يعني كل شيء بروقان كده. انا ما قلتش حضرتك ان اسمها صفاء. معلش احنا انا قلت شكلها صفاء كوومن، يعني ست كده شكلها صفاء ونقاء، ست دول بسيستم يعني. معلش ما فيهاش حاجه يعني. انت ايه حكايتك بقى؟ نعم. انجليزي ودول بسيستم وومن وبتاع، انت ايه حكايه الانجليزي معاك؟ لا اصل انا زي ما تقول كان في واحد جارنا الماني كان بيتكلم ايطالي، فلقطت منه كلمتين انجليزي. ما فيهاش حاجه يعني. مش خلاص. حاضر يا باشا. ومين بقى اللي قتل اللي شكلها صفاء دي؟ والله ده شغل سعادتك. هو سعادتك مش بيدوك فلوس على الشغلانه دي وحوافز وكده، ولا حضرتك بتشتغل ببلاش؟ معلش احنا بنتكلم يعني، ما فيهاش حاجه. معاك حق. ألف. فعلا ده شغلنا. أنا هنزل بنفسي للفندق أكمل معاينة، وإن شاء الله نبقى نتقابل أنا وأنت الصبح كده عشان ندردش مع بعض على رواقة. خدوا على الحجز. بيقول لك خدوا على الحجز، أنت عملت إيه؟ على فكرة أنتوا مش مركزين معايا، معلش إحنا بنتكلم. لا خدوا على الحجز. يلا. مش عايز حاجة مني يا باشا. ايوه يا اشرف، عربيه المعمل الجنائي وصلت. وصلت الفندق. طب جهزوا لي العربيه حالا. السلام عليكم يا رجاله. يا ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. هي ليله باينه من اولها.
نورك يا باشا. اهلا وسهلا. طور يا عسل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا في عربيه كاميون معاكم هنا ولا ايه العربيه؟ اهلا وسهلا يا باشا. ده مصادف في وشه اتوبيس ولا ايه؟ اللهم صل على النبي. ودي ايد ولا خف جمل ده؟ يا الله اكبر. اعمل حيطه يا ولد، دي عامله زي الحيطه والله. وده صباع ولا دراع عيل صغير ده يابا؟ ما شاء الله. بص يعني ضفرك قد صبع من صباعي بس. ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام يا اولاد. ودول شايلهم لوحدك كده؟ دول اخوات مش كده؟ تخاويهم برجلي يا رب. وده البكر بتاعهم ده ولا ايه؟ اهلا وسهلا. وايه الخط الكبير ده؟ ده خط ولا شارع صلاح سالم؟ اهو. وده دوران 26 يوليا. وده مدخل اكتوبر. لا ده انت ما شاء الله شايل مصر كلها في ايدك يا راجل. ما شاء الله يتربوا في عزك. اهلا وسهلا. حلوه قوي. والباشا معاك ولا انت فرضاني لوحدك؟ ابني من فكه والا بنموت عوره. بس يا عم دبلوم، الزبون ده بتاعي انا. زبون؟ احنا في سوبر ماركت ولا ايه؟ والله وقعت يا قرموطي. ايه اللي عبد؟